أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، وأبدأها بالعناوين. من المواقع المحلية، مختطفون في سجون الحوثيين يكشفون قصصا وحشية عن تعذيبهم. صحيفة المشاهد تتساءل لماذا عادت الاغتيالات إلى حضرموت. ومن أخبارنا المنوعة، اكتشاف أثري تحت الماء يعتقد العلماء أنه يضم بقايا لسفينة نوح. أهلا بكم. يدخلون بكامل صحتهم ومع تحقيقات والتعذيب الذي يتلقونه من قبل ميليشيات الحوثي تنتهي حياتهم بالموت. ووفقا لصحيفة الصحوة نت، وفاة مختطف في سجون الحوثيين تحت التعذيب بمحافظة البيضاء. وقال الموقع إن معتقلا توفي في أحد سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية بمحافظة البيضاء بسبب التعذيب. وقالت مصادر مقربة من أسرة المختطف الشاب مطلوب موسى محمد الفقير إنه توفي في سجن الأمن السياسي بسبب التعذيب الوحشي الذي تعرض له. هذا وكانت ميليشيا الحوثي قد اختطفت الفقير قبل 3 سنوات وتنقل في عدة سجون حوثية. عقدت رابطة أمهات المختطفين جلسة استماع هي الرابعة لضحايا التعذيب في سجون جماعة الحوثي المسلحة بمحافظة مأرب تحت شعار جرائم التعذيب لن تسقط بالتقادم، وعنونت صحيفة أخبار اليوم. مختطفون يكشفون قصصا وحشية عن تعذيبهم في سجون الحوثيين، وسرد أحد المفرج عنهم كيف اختطف من محله التجاري الساعة 10 ليلا ووجهت له عدة تهم باطلة، ظل على إثرها معتقلا ل4 سنوات تحت التعذيب تعرض خلالها للتعذيب. وذكر المفرج عنه صدام القابصي والذي اختطف من بيته بدون تهمة ونقل إلى سجن الجديري ومن ثم إلى سجن هبرة، قضى في فترة اختطافه وهي 4 سنوات تعرض فيها للتعذيب. من جهته قال المفرج عنه يوسف الغولي أنه اختطف من بيته لمدة 3 سنوات وتنقل من سجن هبرة إلى سجن الأمن السياسي وتعرض للتعذيب، وتم التحقيق معه واتهامه بعدة تهم باطلة. الحرب أجلت انفجار الاحتجاجات الشعبية في اليمن. تحت هذا العنوان كتب محمد علي السقاف ما قاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط، وقال الكاتب في أجزاء من المقال: بسقوط نظام صالح تولى نائبه عبد رب منصور هذه السلطة عبر انتخابات رئاسية، وانتعشت الآمال بعهد جديد وآفاق مشرقة نحو يمن سعيد. تعزز هذا التفاؤل بتنظيم الحوار الوطني الذي جمع الأحزاب والمكونات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الشخصيات الوطنية، وتوصلوا بعد نحو عام من مداولات مضنية إلى مخرجات الحوار الوطني وإعداد مشروع دستور جديد للدولة الاتحادية التي اتفق عليها. تبددت تلك المشاريع بانقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، وبطلب من الرئيس هادي تدخلت المملكة العربية السعودية ومعها عدد من الدول العربية، وقامت الحرب لمواجهة الحوثيين وخطر التمدد الإيراني في المنطقة. إذا كان التحالف استطاع وضع حد للتمدد الإيراني في المنطقة، فإن المناطق المحررة من سيطرة الحوثيين لم تتمكن الشرعية من تحويلها إلى نموذج جاذب للمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من توفير الخدمات الأساسية في مجال الصحة والكهرباء والمياه والتعليم إلى آخر ذلك. ليس هذا فحسب، بل إن معدل الفساد ازداد، وقيادات المؤسسات العسكرية والقبلية والأحزاب أحكمت قبضتها على السلطة الشرعية، والمواطن لم يعد بإمكانه الخروج في مظاهرات للمطالبة بحقوقه الدنيا، لأن البلاد أصبحت في حالة حرب. بمعنى آخر، عكس تجارب ما حدث في السودان والجزائر والعراق ولبنان، فإن الحرب في اليمن أجلت انفجار الاحتجاجات الشعبية إن لم تكن خدمت السلطة الشرعية. تشهد محافظة حضرموت من وقت لآخر عمليات اغتيال مختلفة، كان آخرها مقتل الحارس الشخصي لمدير أمن الوادي الذي أطلق عليه النار مجهولون، ولقي حتفه على الفور، ويعنون موقع المشاهد نت.
لماذا عادت الاغتيالات إلى حضرموت؟ سبق تلك الحادثة عملية اغتيال عديدة خلالها النصف الثاني من العام الجاري تعرض لها قيادات أمنية وأعضاء وقيادات من حزب التجمع اليمني للإصلاح وقائد التحالف العقيد الركن بندر العتيبي أثناء تفكيكه لعبوة ناسفة. تزامنت حادثة اغتيال الحارس الشخصي لمدير الأمن مع توافد عدد من الوزراء في الحكومة اليمنية خلال الشهر الجاري إلى حضرموت في ظل التوتر السائد بين السلطة ودولة الإمارات العربية المتحدة. جعل ذلك كثيرا من المراقبين يعتقدون أن الاغتيالات تهدف إلى إرباك عمل الحكومة التي تحاول تكثيف وجودها في بعض المحافظات التي استعادت السيطرة عليها. وبالنظر إلى طبيعة عمليات الاغتيال التي تبنى تنظيم القاعدة كثيرا منها والتي قامت الإمارات والحكومة سابقا بمحاربته في حضرموت، يعتقد المحلل السياسي نبيل الشرجبي أن ظاهرة الإرهاب لم يتم القضاء عليها في اليمن، وذلك بسبب القصور المتعمد من قبل الأطراف في التعامل معها وعدم وجود استراتيجية موحدة، لذلك فضلا من تعدد الأطراف الذين يتدخلون في مواجهتها. بينما يبدو الهدف من عودة عمليات الاغتيالات بالتزامن مع حضور الحكومة بالنسبة للصحفي هشام المحيى توجيه رسالة من قبل الأطراف المعادية لها للمجتمع الدولي ولأنصارهم، مفادها أنه أينما وجدت الشرعية وجد الإرهاب. إعصار كيار الذي يهدد السواحل اليمنية على البحر العربي لن يكون الوحيد، فهنالك وكما يتوقع خبراء الأرصاد إعصارا جديدا يدعى مها. قد يضرب إعصار مها الأراضي اليمنية تحديدا المهرة يوم الخامس من نوفمبر المقبل، ثم يتحرك بعواصف شديدة وأمطار غزيرة تجاه حضرموت وشبوة، متحولا لمنخفض جوي تتأثر به المناطق الشمالية والوسطى. وفيما يستعد اليمن لمواجهة الإعصار كيار، لن يجد الوقت لالتقاط الأنفاس، إذ سيواجه عاصفة مدارية شديدة الأسبوع المقبل دون إمكانات حقيقية تستطيع مواجهة كوارث الأعاصير والعواصف المدارية. ويعد اليمن ثالث أكثر بلد في العالم مهدد بالكوارث الناتجة عن التغيير المناخي بحسب تقرير أعدته شركة بريطانية متخصصة في مجال المخاطر والاستشارات الاستراتيجية ونشرته مجلة تايم الأمريكية. وأضافت الشركة أن أكثر الأماكن المهددة بسبب التغير المناخي هي نيجيريا وهايبيتي واليمن ومانيلا وكرياباتي والإمارات، لكن البلدان التي توجد بها أقل مستويات التنمية الاقتصادية مثل اليمن ستكون عرضة للكوارث أكثر من غيرها. أنور عبد العزيز مدير وحدة التغير المناخي بهيئة البيئة الحكومية اليمنية قال إنه لا تتوفر لدى اليمن الإمكانات اللازمة للتعامل مع تلك التأثيرات السلبية وللحد منها، حيث تسببت الحرب بتوقف المشاريع الممولة دوليا لمساعدة اليمن في مواجهة التغير المناخي. اليمن إلى أين؟ بعد اتفاق الرياض. تحت هذا العنوان كتب الأكاديمي القطري محمد صالح المسفر مقاله المنشور في صحيفة العربية الجديد. لا تتضمن الإجراءات التي تمت فيما يعرف باتفاق الرياض حلا جذريا للأزمة الجنوبية اليمنية، وإنما هي تهدئة مؤقتة سرعان ما تنفجر عند أقل خلاف، وستدخل اليمن برمته في دوامة العنف الذي سيمتد شراره إلى دولتي التحالف السعودية والإمارات وكذلك سلطنة عمان. ومن الملاحظ تزايد أعداد الأطراف اليمنية الجنوبية الرافضة هذا الاتفاق، ومنها أطراف مرموقة وكذلك القيادات في جسد السلطة اليمنية الشرعية القائمة، وكأن كلمتهم واحدة: ألا يكافأ البغاة على بغيهم على الحكومة الشرعية، بل يجب محاسبتهم وتجريدهم من السلاح بكل أنواعه يعيشوا كغيرهم من المواطنين. كل إجراء يؤدي إلى قيام نظام سياسي في أي دولة عربية مبنيا على الطائفية أو المحاصصة سيقود تلك الدولة التي تتبنى أي من النظامين إلى الهاوية وعدم الاستقرار. وأمامنا اليوم نموذجان: لبنان الذي بنيت مؤسساته على أسس طائفية، فيما المجتمع اللبناني بكل طوائفه يطالب اليوم بإسقاط هذا النظام. فالحال في البلد منذ مؤتمر الطائف في العام 1989،
وفي العراق الحال أكثر سوءا وأشد خطورة على أهل هذا البلد ودول جواره، لأن النظام فيه بني بعد العام 2003 على أسس طائفية مذلة، ولن يستقر حال العراق وهو يدار على قواعد محاصصة طائفية مذلة. أنبه الأهل في السعودية، لا تأخذكم العزة بالإثم بأن لا تندفعوا نحو تجذير نظام المحاصصة في اليمن، لأنكم إذا فعلتم ذلك تنسون سابقة قد تفرض عليكم في قادم الأيام، ومن ثم تفرض على كل الدول الخليجية لا سمح الله. آخر القول، المحاصصة السياسية في نظام الطائفية إذا حلت في دولة فإن ذلك النظام يؤدي إلى نهاية تلك الدولة. صحيفة العربية الجديد قالت إن رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك طلب من البنك الدولي تمويل مشاريع حكومته في قطاع التعليم والثروة السمكية والنقل خلال العام الجاري، وكذلك رفع حصة اليمن من التمويل في الأعوام القادمة. وقال عبد الملك خلال مباحثات عقدها مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد ملباس أن هذا التوجه سيكون له أثر بالغ في عملية السلام وتخفيف حدة الأزمات أو الأزمة الإنسانية في اليمن. وبحسب ما نقلته وكالة سبأ الحكومية عن عبد الملك، فإن أبرز أولويات حكومته خلال هذه الفترة تتمثل في تعزيز أداء مؤسسات الدولة وتحسين الموارد العامة وتحريك عجلة مشاريع إعادة الأهمار. في المقابل أبدى ملباس استعداد المؤسسة الدولية للعمل مجددا مع الحكومة اليمنية وإعادة النظر في إمكانية تقديم تمويلات جديدة لمشاريع حيوية واستعدادهم للعمل على تنظيم مؤتمر للمانحين لدعم إعادة الإعمار والتخفيف من الأزمة الإنسانية. الحكومة اليمنية وخلال الأيام الماضية أيضا وقعت اتفاقا مع صندوق الأوفد المنبثق من منظمة الأوبك من أجل عقد مباحثات بين الجانبين لجدولة ديون اليمن للصندوق. إلى صحيفة الاندبندنت والتي نشرت تقريرا لمراسلتها في العاصمة الأمريكية واشنطن نيجار مرتضوي بعنوان ترامب يريد أن تستخرج شركات أمريكية النفط السوري رغم تحذير الخبراء من أن ذلك قد يكون جريمة حرب. تقول الصحيفة التي ترجمتها البي بي سي إن ترامب بعد أن تسبب في انتقادات واسعة لسياسته في سوريا بعد إعلانه المنفرد سحب القوات الأمريكية من الشمال السوري، ها هو يغير قراره. وتضيف أن ترامب أعلن عودة قوات أمريكية إلى مناطق شمال سوريا في وقت قريب بهدف حماية حقول النفط في المنطقة، مضيفا أنه ينوي عقد صفقة مع شركة أمريكية كبرى لاستخراج النفط من الإقليم الغني به. وتنقل الصحيفة عن ترامب قوله: ما أنوي فعله هو ربما عقد صفقة مع إكسون موبيل أو إحدى شركاتنا العظيمة للذهاب هناك واستخراج النفط بشكل مناسب. احتكار العنف، تحت هذا العنوان كتب سلمان الحميدي مقاله المنشور في موقع المصدر أونلاين وأضاف: يعرف ماكس فيبر الدولة بأنها الكيان الذي يحتكر ممارسة العنف المشروع بحسب عارف حجاوي في برنامجه اللغة العالية. فإن كانت إمكانية استعمال العنف موجودة عند الدولة وعند غيرها داخل البلد، فالدولة سرعان ما تؤول إلى مجرد طرف في نزاع وتصبح دولة فاشلة. لنصير أضحكة في مسيرة بحثنا عمن يحتكر العنف في نطاق الشرعية، الأحزمة الأمنية الممولة من الإمارات تعنف، ميليشيا المجلس الانتقالي تمارس العنف، قوة مع طارق صالح، كتائب مع أبو العباس، والجهة الوحيدة التي تستدعي الشفقة هي الجهة التي تمثلها الدولة الشرعية. ما يقوم به التحالف العربي مؤسف للغاية، والعمل على تحاصص بقايا الدولة بين الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات هو إضعاف للدولة، وإن حفل بصيغ مختلفة من قبيل توحيد الهدف في مواجهة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران. كان لدينا شرعية ممثلة بهادي أضعفها الانقلاب الحوثي، تآلبت المكونات حولها لمواجهة الميليشيا، والآن وما زالت الشرعية في مواجهة الانقلاب يتم تمزيق قواتها بين المكونات في تحاصص يدعو للضحك.
التقوية على الأرض تعني تمركز القوة في يد سلطة واحدة، وتعني كذلك أن أي استعانة بحليف لا بد أن تصب في مصلحتها. في وضعنا اليمني، التحالف نفسه تحول إلى طرف في نزاع، يقدحون في هادي، إماراتيون يتهمون الشرعية بالفساد، يذهبون إلى أبعد من ذلك، قصف الجيش الوطني ودعم مكونات لا علاقة لها بالشرعية. هادي ليس ملاكاً، ولم تعد آمال الناس معلقة على الشرعية، غير أن نصرتها لتوحيد الهدف مواجهة الحوثيين لن يأتي بتلك الطرق. المتربص بفشل العائلة لديه خططه ولديه تمويله ولديه أياديه الممتدة إلى التحالف، يبني قوته من ضعف الآخرين، وحين انتهاء تحاصص بقايا القوة لن يجد ما يواجهه، وقد صار الجميع جاثياً لا تسعفه القوة لينهض، يذهب إلى الحليف الذي تحول إلى طرف في الصراع. كشفت عمليات استكشاف أجريت مؤخراً في أعماق البحر الأسود باستخدام مركبتين تعملان تحت الماء بنظام التحكم عن بعد عن بقايا تاريخية قديمة لم يسبق لأحد رؤيتها بهذا الوضوح الشديد من قبل. وعنون موقع البي بي سي: اكتشاف أثري تحت الماء، يعتقد العلماء أنه يضم بقايا لسفينة نوح. وقال الموقع أنه أميط لثام عن قطع بحرية تعود لآلاف السنوات، منها ما كان جزءا من أساطيل حربية، ومن بينها ما شارك في أنشطة التجارة البحرية، ويشمل ذلك أقدم سفينة غارقة، وهي سفينة تجارية يونانية تعود إلى عام 400 قبل الميلاد تقريبا، وتقبع متماسكة على نحو خارق للطبيعة في قاع البحر. أوجد الباحثون بين كل هذا الحطام أدلة جديدة تلقي الضوء على حقب تاريخية ترجع لأكثر من 7000 عام مضت، وهي فترة يعتقد بعض الخبراء أن البحر الأسود لم يكن فيها سوى بحيرة صغيرة للماء العذب. وتكمن أهمية ذلك في أن العينات الجيولوجية المأخوذة من قاع البحر الأسود في إطار تلك الجهود البحثية قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تأكيد ما إذا كانت هذه هي المنطقة التي اندفعت منها المياه بقوة شديدة لتغرق حضارات العالم القديم في إطار ما نعرفه باسم طوفان نوح. وتقول نظرية أثرية بشأن طوفان نوح أن ذوبان القمم الجليدية بفعل انتهاء العصر الجليدي الأخير على ظهر الأرض أدى إلى ارتفاع منسوب مياه البحر، ما أفضى إلى ظهور قناة مائية مرت عبر الجبال لتشكل ما يعرف الآن بمضيق البوسفور. ونتج عن ذلك حدوث فيضان لمياه اندفعت بقوة تفوق قوة شلالات نياجرا ب200 مرة. ويقدر أن مياه البحر الأسود كما نعرفه حاليا غمرت مساحة بحجم إيرلندا في غضون شهور، وذلك بوتيرة تصل إلى ميل واحد يوميا. صحيفة الجارديان البريطانية نشرت تقريرا تضمن تحذيرات من كارثة بيئية، وعنونت الصحيفة: ارتفاع مستوى سطح البحر يهدد حياة 300 مليون إنسان. وتقول الصحيفة إن دراسة جديدة خلصت إلى أن عدد البشر المهددين بسبب مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر قد تضاعف 3 مرات كما كان يعتقده العلماء في السابق. وقالت الصحيفة إن مناطق كبيرة من الأرض يسكنها نحو 300 مليون إنسان عرضة للفيضانات مرة واحدة على الأقل بحلول العام 2050. وتضيف الجارديان أن هذه الأرقام تتعدى بكثير توقعات العلماء السابقة، والتي كانت تشير إلى أن عدد البشر الذين قد يتعرضون لتأثير الفيضانات لا يتعدى 80 مليون شخص. يوما ما كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منزل فلسطيني، فدافع عن نفسه ورمى لوحة رخام على جندي إسرائيلي مات على إثره، ومنذ ذلك اليوم تمنع الأسرة من إقامة منزل، وقد هدم منزلهم للمرة الرابعة والمتهم في السجن المؤبد. وقد كتب جدعون لي في مقال عنه أعادت الغد نشره جاء في تفاصيله. إسلام أبو حميد ليس قاتلا وليس إرهابيا أيضا، بل هو معارض عنيف للاحتلال، ابن عائلة تحارب الاحتلال بقوة. 4 من أبناء العائلة تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد.
في شهر أيار مايو 2018 قام برمي لوح رخام على جنود وحدة دفدفان الإسرائيلية الذين قاموا باقتحام بيته. هذا اللوح أصاب رأس الجندي وتسبب بقتله. لو أن أبو حميد إسرائيلياً لكان اعتبر بطلاً شجاعاً حارب بشجاعة العدو. في المدارس وفي الجيش كانوا سيعلمون بطولته، إلا أن أبو حميد هو فلسطيني وفي نظرهم إرهابي، حكم عليه بالسجن المؤبد. شهوة الانتقام من أبو حميد لم تكن كافية، لذلك فإن الجيش الإسرائيلي قرر هدم بيته. والد الجندي المقتول دفع الحكومة لتنفيذ الهدم بشكل سريع. هذه كانت المرة الثالثة التي يتم فيها هدم بيت في مخيم لمعري للاجئين. يوم الخميس الماضي تم هدم البيت للمرة الرابعة بعد أن حاولت العائلة بناءه مجدداً. قضاة المحكمة العليا قاموا بالمصادقة في حينه على الهدم التالي، وأصدروا أمر مصادرة يمنع بناء البيت إلى الأبد. ويجب التذكير بأن البيت يوجد في مناطق تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، ولكن من الذي يتذكر هذا؟ الرئيس محمود عباس أعلن في السابق أن السلطة ستقوم ببناء البيت مجدداً، وأبو الجندي المقتول قال نحن سنهتم بهدمه مرة تلو الأخرى. كل ذلك حسب إسرائيل من أجل تحقيق الردع، لا يوجد كذب أكثر من ذلك. فالجيش يعرف أنه لن يتم تحقيق أي ردع. 4 من أبناء العائلة محكوم عليهم بالسجن المؤبد والردع لم يتحقق. 4 مرات تم هدم البيت والردع لم يتحقق، وهذا الردع أيضاً لن يتحقق في أي يوم ضد من هم مستعدون للتضحية بكل شيء. لا يوجد هدم أو ردع يمنع ذلك. هذا يجب أن ينقش على لوح رخام الاحتلال. عادت الشعوب مع بعض ملامحها في صور نشرتها صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية، نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. خطوط تتصل ببعضها لتصنع رسوما تضاهي الخبر والصورة، رسوم الكاريكاتير، فن لنا معه جولة في كل حلقة من كشك الصحافة، نتابع. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم على خير. إلى اللقاء.